مساء الخير يا ولاد يا تلاميذ، ومساء الخير لي بارون ديال تاعي اولياء التلاميذ اللي راهم يشوفوا فينا. مرحبا بكم في هذه الحصه اللي راح نديروا فيها تمارين للمراجعه لاقسام السنه الرابعه متوسط. فوالا دونك بالنسبه للتمرين الاول، هذو تمارين يعني ما نسي قريتوهم في السنه الثالثه، بصح من انواع التمارين اللي رايحين يرجعوا في السنه الرابعه. يعني فقط كملاحظة، واش قريته كامل في السنة الثالثة والسنة الأولى والثانية. بالنسبة للأولى والثانية الخواص اللي قريتهم كامل رايحين يرجعوا في السنة الرابعة كمعلومات مكتسبة خلاص. باركونت واش قريته في السنة الثالثة رايح تعاودوا تقراوه في السنة الرابعة، خاصة كاين بزاف سورتو في الهندسة. فوالا دونك هنا هذو قريتوهم ديجا كما راكم تشوفوا، قريتوهم في السنه الثالثه، بصح يرجعوا في السنه الرابعه كتمارين. سورتو كاين بزاف يا بوكو تشانس اللي يرجعوا في تمارين. التمرين الاول اللي يديروا فيه ثلاثه نقاط، زوج نقاط ونصف كمساعده في البوام بالنسبه للتلاميذ. فوالا دونك لدينا العددين، الاعداد ا بي و سي. السؤال الاول، احسب ما يلي. نحسب ا و بي، عبارتين ا و بي. دونك اولا حساب ا و بي، اذا ا يساوي 2 على 7 زائد 5 على 21 قسمة 5 على 9. هنا العمليات على الكسور، أنا بالنسبة لي كسر على شكل كسر، شفيتو درتو العمليات على الكسور. دونك واش نديرو كي يكونو كسر؟ نحسبو قبل واش كاين في البسط والمقال، ومن بعد نديرو هذا، نديروه كعملية أخيرة. دونك هنا كيما راكو تشوفو لازم نديرو توحيد المقامات. هنا المقام ديالو 7 وهنا 21، دونك نرجعو 7 بيسك 21 من مضاعفات 7، دونك نحولو 7 هذا باش يولي 21، نضربوه في 3، يعني نضربو كل من البسط والمقام في 3. 5 على 21 نفس الشيء، هنا هنا 9 من مضاعفات 3، دونك 3 نضربوه في 3 باش يولي 9. دونك هذا يبقى كما هو، في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة. ا يساوي دونك 6 على 21 زائد 5 على 21، 5 على 9، 3 على 9. ثم مجموع كسرين لهما نفس المقام، يعني يعود إلى جمع البسطين معا أو طرح البسطين معا والاحتفاظ بنفس المقام. دونك 6 زائد 5 على 21، 5 ناقص 3 على 9. إحدى عشر على 21 قسمة 2 على 9. كان دائما خط الكسر يكون مع المساواة، يساوي إلى الآن. هنا كي لقينا كي وصلنا لهذه العملية الأخيرة، ديروا الكسر هذا قسمة كسرين، يعود إلى كتابة الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. مقلوب 2 على 9 هو 9 على 2، ثم جداء كسرين، البسط في البسط، المقام في المقام. دونك 11 في 9 على 21 في 2 ويساوي إلى 99 على 42. دونك هذا بالنسبة لي أ. ثم بالنسبة لي العدد ب، هكذا باش تشوفوا مليح. بالنسبة لي العدد ب يساوي 4 في 10 أس ناقص 2 الكل أس 3 في 10 أس 2 على 12 في 10 أس ناقص 3. بيساوي
هنا كيفاش نديرو؟ نحطو دائما الاعداد مع بعض والاسس مع بعض. قوى قوى هنا قوى عدد 10 مع بعض، دونك 4 هنا كاين غير 4 في البسط، وهنا 12. ضرب كسرين او جداء قوتين العدد 10. هنا نبداو قبل هنا 10 اس ناقص 2، كل اس 3 هو 10 اس ناقص 2 في 3، ثم 10 اس 2 على هنا، فوالا. ثم ب يساوي 4 في 10 اس ناقص 6 في 10 اس 2 على 12 في 10 اس ناقص 3. ب يساوي 4 على 12 في هنا 10 اس ناقص 6 في 10 اس 2. جداء قوتين للعدد 10 يعود الى جمع القوتين معا. ناقص 6 زائد 2 هو ناقص 4، يعني 10 اس ناقص 4 على 10 اس ناقص 3 يساوي 4 على 12 في هنا قسمة قوتين للعدد 10 هو 10 أس ناقص 4، يعني نطرح القوتين مع ناقص 4 ناقص 3. أنا نكتبها باش ناقص 3. دونك ب يساوي 4 على 12 في ناقص 4 ناقص 3 هو، يعني طرح قوتين كما شفتوا في الأعداد لي نومبر غولاتيف، ناقص 4 ناقص 3 الأعداد النسبية عفوا هو ناقص 4 زائد 3، واحد موجب والآخر سالب، نطرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير تولي 10 أس ناقص 1 عفوا اتناشر هنا عفوا أربعة على 12. هنا نختزلو نقسمو على 4، هنا على 4 يولي 1 على 3 في 10 أس ناقص 1. ولا حبيتو ترجعو هذا للمقام يولي 10 في 3 30، إذا ب يساوي هكذا 10 على 3 في 1 على 3 في 10 أس 1، بس كيكون في المقام يرجع للبسط، الأس هذا كيتغير الإشارة، بيسك هنا موجب كي يطلع يولي سالب، هو مقلوبه كي نقولون يطلع ولا يهبط، يعني يولي المقلوب 10 أس ناقص 1 مقلوبه هو 1 على 10 أس 1، وبالتالي بي يساوي 1 على 30. ثم سي الآن الكتابة العلمية الآن إذا لدينا هنا باش يكون عندنا المكان كتابة العلمية للعبارة سي. سي تساوي 3 في 10 أس 2 في 1.2 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 5 0.2 في 10 أس ناقص 7. واش نديرو في الكتابة العلمية؟ دايما الأعداد نحطوهم في كسر والقوى في كسر آخر، يعني واش نديرو هكذا نعم هلا 3 في 1.2 وهنا عندنا 10 أس 2 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 5 على 10 أس ناقص 7. ثم سي يساوي هنا نحسبو شحال النتيجة، 3 في 1.2 هو 3.6 على 0.2 في 10 أس 2 في هنا 10 أس ناقص 3 الكل أس 5 ضرب نضربهما هو 10 أس ناقص 15 على 10 أس ناقص 7. سيساوي هنا النتيجة يساوي 1.8
ثم هنا في 10 أس 2 في 10 أس ناقص 15 نجمع الأسس نجد 10 أس ناقص 13 على 10 أس ناقص 7 ثم قسمة تاع قوتين عدد 10. ماذا نفعل الأسس؟ نطرحهما يعني سي يساوي إلى عفوا دقيقة فقط. دونك هنا 18 وليس 1.8 عفوا هو 18 إذن 18 في 10 أس ناقص 13 ناقص 7 ثم في 10 أس هنا يولي زائد دونك ناقص 13 زائد 7 وناقص 6 وبالتالي وبالتالي هنا باش يولي كتابة علمية. الكتابة العلمية مكتوبة على شكل A في 10 أس N بحيث A عدد عشري برقم واحد قبل الفاصلة غير معدوم، يعني ما لازمش يكون صفر فاصل هذا A. أعتذر ولدي راهي فوق حجري سي بور سا ويهضر ومانيش مركزة بزاف. دونك A هنا كنا هو عدد عشري غير معدوم برقم واحد قبل الفاصلة غير معدوم، ما لازمش يكون صفر فاصل ولازم يكون عنده رقم واحد فقط، ماشي الرقم واحدة رقم واحد، يعني لازم يقدر يكون 1.2.3.4 ما يقدرش يكون 42 برقمين قبل الفاصلة. هذه هي الكتابة العلمية. دونك هنا 18 لازم يولي 1.8 باش يولي 18 هو 1.8 في 10 يعني في 10 أس 1 1.8 في 10 أس 1 يساوي إلى 18 في ما تنسوش هذا 10 أس ناقص 6 ثم C يساوي 1.8 في هنا نجمع الأسس 1 ناقص 6 هو ناقص 5 فوالا الكورس بوكسام قبيل عطيت لكم 1.8 هو 18 هنا 18 بس 3.6 على 0.2 هو 36 على 2 نفس الشيء. إذن هنا بالنسبة لي بالنسبة لها التطبيق الأول، نمر الآن إلى التطبيق الثاني نمده لكم هو هذا. هذا هو التطبيق الثاني. وي ماما واش كاين؟ حبيت تقرا؟ حبيت تقرا ماما؟ ب ب ب ب أ قل ألف أ أ ماما بدأ قبل ما أ بابا إيميش ماما مرسي مونكا أعتذر نقعد فيا القيط. إذا بالنسبة للتمرين هذا الثاني لتكن الأعداد التالية X, Y و Z. اكتب كل من X, Y و Z على شكل أولا كسر غير قابل للاختزال، ثانيا على شكل عدد عشري، وثالثا الكتابة العلمية. دونك كل من X, Y, Z ندير لهم هذه العمليات الثلاثة. دونك نبدأ من X. لدينا X يساوي 2 في 10 أس 3 في 7 في 10 أس 4 على 5 في 10 أس 9. دونك دائما كي يكون عندكم هكذا أعداد جداء مع أسس قوى عدد 10 إتسيتيرا، واش نديرو؟ دائما نديرو الأعداد مع بعض، يعني 2 في 7 على 5 ونديرو القوى وحدهم.
هنا لتحت عندنا 10 أس 9، هنا 10 أس 3، في 10 أس 4 نجمع الأسس، 3 زائد 4 هو 7، 10 أس 7. ومن بعد إكس يساوي 2 في 7 14 على 5، وقسمهم 10 أس 7 على 10 أس 9 هو 10 أس 7 ناقص 9، ياك. ثم إكس يساوي 14 على 5 دائما في 10 أس ناقص 2. هنا 10 أس ناقص 2 مقلوبه هو 10 أس 2، يعني إكس يساوي 14 على 500. بالنسبة للسؤال الأول أن نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال، نختزله. هذا الكسر يقبل برك الاختزال على 2، القسمة على 2، دونك نقسمه كل من البسط والمقام على 2، نتحصل على 7 على 250، دونك إكس يساوي إلى 7 على 250. هذا بالنسبة للكتابة، كتابة الكسر هذا على شكل كسر غير قابل للاختزال. ثم الكتابة العشرية مباشرة، الكتابة العشرية ندير القسمة 7 على 250، نجد 0.028 بالآلة الحاسبة طبعا. فوالا. ثم Y، نمر إلى العدد Y. نعم ماما، نعم نعم ماما، نعم تسو وي ماما هاك تمام ربو إيغريك يساوي، أعتذر منكم، 16 في 10 أس 3 زائد 4 في 10 أس 3 قسمة 40 في 10 أس 3. أنا كما راكو تشوفوا كاين 10 أس 3 كعامل مشترك. وهنا مهم جدا باش نحيو 10 أس 3 كعامل مشترك لازم يكون بيناتهم سوى جمع أو طرح. كيكون ضرب كما شفناهم في العمليات الأخرى ما نقدروش نحيو عامل مشترك. إذا إيغاك يساوي 16 زائد 4، ونخرجوا 10 أس 3 كعامل مشترك على 40 في 10 أس 3. دونك هذا وهذا، هنا نختزلوه باسكو هنا كاين ضرب وهنا كاين ضرب، داكور. إيغاك يساوي 20 على 40، القسمة على 20 باش يولي كسر غير قابل للاختزال، ونجد 1.2. ثم الكتابة العشرية هي 0.5. ومع في الأخير ندير لكم الكتابة العلمية في 3، ثم زد، نرجع للزد هاك ماما. راكو رايحين تسمعوا الصوت ديالو في كل حصة إن شاء الله. دونك زد يساوي 11 أس 2 في 12 عفوا في 10 أس 2 الكل أس ناقص 3 قسمة 8 في 10 أس ناقص 7. ثم زد يساوي 11 أس 2 هو 121 في 10 أس 2 الكل أس ناقص 3 هو 10 أس ناقص 6، بيسكن ضربوهم هو 10 أس ناقص 6. ثمانية في 10 أس ناقص 7، إذا زد يساوي
121 على 8 في 10 أس ناقص 6 قسمة 10 أس ناقص 7 هو 10 أس ناقص 6 ناقص 7. زد يساوي 121 على 8 هنا في 10 أس ناقص 6 زائد 7 هو 10 أس 1، يعني ولي هنا 10 أس 1 كي نقسمه على 2 وهنا على 2 يصبح زاد يساوي 121 في 5 على 4 ويساوي 605 على 4. هذا الكسر خلاص غير قابل للاختزال، ومنه الكتابة العلمية لزد يساوي إلى 151.25. عفوا مش الكتابة العلمية، الكتابة العشرية، عفوا فوالا الكتابة العشرية. ثم الآن نولو للكتابة العلمية للأعداد الثلاثة X, Y و Z. الكتابة العلمية ابتداء من الكتابة العشرية، دونك X لقيناه 0.028، Y هو 0.5، و Z هو 151.25. دونك ابتداء من الكتابة العشرية نولو الكتابة العلمية. دونك X يساوي 0.028. هنا قلنا الكتابة العلمية دائما تكتب على شكل عدد عشري عنده رقم واحد قبل الفاصلة غير معدوم، يعني 2.8 في 2.8 نضربوه في 10 أس ماذا باش يولي 0 فاصل. كي نشوفوا الصفر هذا هو في الجهة اليسرى، تزيد الفاصلة عندها الفاصلة تزاح إلى الجهة اليسرى، عندما نزيح الفاصلة هنا إلى الجهة اليسرى منا لهنا عفوا يعني يكون الأس سالب بكم رقم؟ منا لهنا بكم رقم؟ رقمين، دونك في 10 أس ناقص 2. دونك هذه هي الكتابة العلمية على شكل A في 10 أس N، و A عدد عشري عنده رقم واحد قبل الفاصلة. Y يساوي 0.5 نفس الشيء، دونك Y يساوي 5 بيسك هنا ما كاش أعداد، يعني أي عدد طبيعي يمكن كتابته على شكل عدد عشري بإضافة الأرقام، باسكو الأرقام الأصفر هذوك ما عندهمش تأثير. دونك في 10 أس ماذا باش يولي 0.5؟ تزاح إلى اليسار، دونك الأس يكون سالب بكم رقم؟ واحد فقط، دونك في 10 أس ناقص 1. فوالا ثم زاد يساوي 151.25، دونك زاد يساوي 1.5125. هنا كانت هنا ولات لليسار بكم رقم؟ برقمين أيضا، برقمين أيضا. إذن في 10 بصح هنا عفوا يا مينو شينا مش بيك مش بيك ماما. دونك هنا في 10 أس 2، في 10 أس 2 باش يولي هنا من اليسار إلى اليمين، تزاح إلى اليمين في 10 أس 2 لكي نجد 151.25. فوالا إذا أتمنى إن شاء الله أن تكون الفيديو هذه، يكون هذا الدرس هذا الحصة تستفادوا منها إن شاء الله، ونتلاقوا إن شاء الله في الحصة المقبلة باش نديروا تمارين حول تمارين إن شاء الله حول كيفاش يقولوا الباب الأول، يعني تاع الدرس الأول تاع
في البرنامج تاع السنة الرابعة إن شاء الله، يعني وين كاين عملية تقليد القسم المشترك البي جي سي دي، واش كاين كامل تاع التمارين تاع البي جي سي دي. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المقبلة، ومع السلامة.